الاكتئاب اضطراب نفسي يعاني منه أو عانى منه 12-20% من الناس. يتظاهر بالشعور العميق بالحزن، يمتد لفترات طويلة مع فقدان الدافع للقيام بأي نشاط وعدم الاستمتاع بهذا النشاط. ضعف الشهية، ضعف الرغبة الجنسية، ضعف التركيز، اضطراب النوم. وقد تتظاهر أعراض جسدية مثل الآلام العضلية والصداع. أحياناً عدم الرغبة بالحياة لدى الأطفال يتظاهر بالغياب عن المدرسة، تراجع المستوى الدراسي، اضطراب السلوك أو اضطراب النوم. أسباب الاكتئاب وراثية بيولوجية مرتبطة بالحياة اليومية أو بطفولة غير ملائمة. يعالج الاكتئاب ويشفى بمضادات الاكتئاب المترافق بالدعم النفسي.